فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله في ذكر اجتماع العلماء على كراهة أشياء لما فيها من التشبه، قال: بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد القادر: ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله إجماع العلماء على تحريم التشبه بغير المسلمين من سائر الطوائف الكافرة، وذكر مستند ذلك من الكتاب والسنة، ذكر أن من العلماء من لا يقتصر على مخالفة الكفار، بل إنه يخالف المبتدعة من الفرق الإسلامية. والمبتدعة جمع مبتدع، وهو الذي يعمل بدعة أو يحدث بدعة، إما أن يعمل ببدعة موجودة وإما أن يحدث بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع هي إحداث شيء في الدين ليس منه، ونعرف أن هذا ليس من الدين إذا لم يكن عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فهو مبتدع، لأن الدين أكمله الله قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله لنا الدين. قال تعالى: أنزل الله على رسوله في ختام حياته وهو واقف بعرفة حجة الوداع التي لم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وأياما ثم توفي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه في هذا الموقف وفي هذا الزمان قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا إعلام من الله جل وعلا أن هذا الدين تكامل وأنه لا يقبل الزيادة. وأكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتحذيره من البدع كما سبق. كل ذلك من أجل أن لا يدخل في الدين ما ليس منه ويزاد فيه ما ليس منه. إلا أن طوائف من المنتسبين للإسلام تشوقهم البدع والمحدثات ولا يحرصون على السنن، وهذه آفة البدع أن صاحبها لا يحرص على السنن، بل ينفر من السنن ويحبذ البدع ويدعو إليها. هؤلاء المبتدعة واجب على المسلمين أن يقاوموهم، وأن يحذروا منهم كما حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يناصحونهم بالأول، فإن قبلوا وإلا فإنهم يحذرون منهم، لئلا تسري بدعتهم على الناس فتخالط الدين وبالتالي تقضي على الدين، مع الاستمرار والتكاثرها تقضي على الدين وتتخذ البدع سننا والسنن بدعا كما قال صلى الله عليه وسلم.